حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج موصلنا الحلوة. عالم دير ممانا برسالر شوفاني دنيا دمال نيلر انجل بابا جل بر امداد اول. قلعة بنيت في العهد الاشوري وصار عليها عدة مرات إعادة تأهيل وإعمار. بالعهد الآشوري سموها نمت عشتار، القلعة سموها نمت عشتار ومعناها باللغة العربية جنة الآل هي عشتار. أقمنا يردمس قولون إيلالا. والله أستاذ العزيز احنا تعرف قضاة الأحفر مكاننا عن بس أكين ماكو غير. يعني دائما تعرفون عن انفسكم في هاي المكانات. شوي جو مريح وهادئ. بنم بير يارم مر اولمانا يتر هر هردا جرديسم افكار مرتر جل بابا جل اسلم. قضايا ما شاء الله عشايل كل القضايا الموجودة العربية والتركمانية من كل الأصول موجودة في تل العفر، والحمد لله يعني الناس متعايشين ومتآلفين كل العشائر. يعني سحر وقت شالدم يارن قفصنا ومان مان مان بختم يارن قفولار سرقل أمان 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 boş bulmadım otağının yapısını aman 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 çıka geldi bir gözleri sürmeli aslanım eller eller ne bilsin eller eller kokuyor güller güller perişan hallarım.